من هيك حرام عليك. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في كل مكان. فجرت المطربة السورية انجي خوري مفاجأة من العيار الثقيل، حيث اعلنت حملها من المطرب المعتزل ادهم نابلسي. وكتبت انجي خوري عبر صفحتها على انستغرام: انا حامل من ادهم نابلسي، حرام عليك ما تعملش معايا كده عشان ابنك. وكانت انجي خوري قد اثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد طلبها الزواج من المطرب المعتزل ادهم نابلسي، واعلانها انها ستعتزل الغناء وترتدي الحجاب اذا وافق على الزواج منها. وسجلت انجي خوري مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام تطلب خلاله الزواج من المطرب المعتزل ادهم نابلسي، قائلة: إذ أدهم نابلسي تزوجني بلبس حجاب وأصلي وأتوب، ما بدي التليفون حتى يقبرني ما أجمله. بيقولوا إذا الشيخ تزوج واحدة لبسها مفتوح يدخل الجنة. ما بدك تدخل الجنة أدهم تقبل تتزوجني؟